الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأله تعالى كما جمعنا في هذه الليلة أن يجمعنا تحت ظل عرشه ومستقر رحمته، إنه جواد كريم. أحييكم في هذه الليلة 29 من شهر محرم عام 46 و400 للهجرة، الموافق 4 من شهر آب أغسطس عام 24 بعد 2000 للميلاد. وأذكر نفسي وإياكم بأهمية طلب العلم. الأخوة الأفاضل، الله تبارك وتعالى إنما خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله تبارك وتعالى خلقنا لهذا الأمر، والعبادة التي خلقنا لها هي لفظ جامع
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هي التقرب إلى الله بفعل أوامره وترك نواهيه. وهذا العمل لا يكون إلا على ضوء شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن العقول تعجز أن تعرف ما يستحقه الله تبارك وتعالى وما يحبه الله تبارك وتعالى وما لا يحبه وما هي أسماؤه وما هي صفاته. فاقتضت رحمته تبارك وتعالى بالعباد أن أرسل الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم محذرين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم محذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم هي تعريف العباد بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وقد ختم الرسول بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجعل الكتاب الذي أنزل عليه مهيمنا وناسخا لما قبله من الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وجعلت شريعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل أحمر وأسود، للإنس والجن، للناس من عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى قدر أخذ المرء من هذه الشريعة ومعرفته لها وقيامه بها وعمله بها على قدر ما تكون مكانته عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، على مقدار ما ينصره الله ويكلأه ويرفعه ويكون معه معية التوفيق والهداية والنصر والتأييد كما كان مع أوليائه الصالحين، كما كان مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكما كان مع موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وكما كان مع المحسنين إن الله مع المحسنين والله مع الصابرين والله مع المتقين.
فعلى قدر معرفتنا، على قدر قيامنا بأمر الله عز وجل، على قدر ما تكون مكانتنا عند الله وفي الدنيا وفي الآخرة. جاء أبو هريرة إلى السوق رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أيها الناس، اذهبوا إلى المسجد فإن ميراث محمد يقسم هناك. فانجفل الناس إلى المسجد، المسجد النبوي، فما وجدوا ميراثا ولا وجدوا شيئا، بل وجدوا حلقات العلم، هذا يجلس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجلس يعلم الناس الصلاة، وهذا يجلس يعلم الناس كذا، وهذا يجلس يعلم الناس القرآن. فرجعوا إليه قالوا: ما وجدنا ميراثا. قال: هذا هو ميراث محمد، هذا هو ميراث محمد، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. عباد الله، الإخوة الأفاضل، لو أن أحدنا ورث من أبيه مبلغا من المال ثم حاول بعض إخوته غمط حقه من هذا المال، لثار وهاج وماج وفعل بأخيه وفعل، وقام عليه مستنكرا، وهو ميراث ودراهم ودولارات لا قيمة لها ولا حقيقة لها، لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزقه، فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومع ذلك يهيج أحدنا ويستنكر ويفعل ويفعل من أجل هذا الميراث الزهيد، وبين يديه ميراث سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزهد فيه. سمع جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أن عبد الله بن أنيس في الشام يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المظالم، ولم يسمعه جابر، فأخذ بعيرا وأعد زادا وانطلق من المدينة إلى الشام راكبا في هذه الصحراء الجرداء في الجو الحار في هذه الظروف، يمشي شهرا إلى أن وصل إلى الشام. أين بيت عبد الله بن أنيس؟ قالوا: ذاك بيت عبد الله بن أنيس. فأناخ راحلته أمامه وطرق عليه الباب، قال: من؟ قال: جابر. قال: أي جابر؟ قال: ابن عبد الله. قال: صاحب رسول الله. خرج إليه واحتضنه: مرحبا بك، مرحبا، أجلس تفضل. قال: ما أجلس حتى أخذ حاجتي. قال: ما حاجتك؟ قال: سمعتك تحدث بحديث في المظالم لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أقعد حتى أخذ حاجتي، ما أجلس حتى تحدثني بالحديث. فحدثه بالحديث ثم جلس عنده برهة من الزمن، ثم ركب دابته ورجع إلى المدينة. واليوم
يا عباد الله، بين أيدينا كتب السنة قد دونت وتعب بها العلماء وأفنوا فيها أعمارهم وأتعبوا أنفسهم وكدوا أذهانهم، ويسرها الله تبارك وتعالى لنا تيسيرا عجيبا، فهي في جيبك في الجوال أو في مكتبتك أو في الحاسوب، أي حديث أي كتاب أي رواية أي خبر، فقط تضغط على زر فتخرج لك النتائج، هذا رواه فلان، هذا رواه فلان، هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا كذا معناه، هذا كذا مراده، هذا جواب المسألة الفلانية، هذا النص يتعارض مع هذا النص، وهذا هو الجمع بينهما. أنواع العلم، كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين بين يديك، لم يحصل على هذه العلوم ابن حجر ولا النووي ولا من قبلهما ولا من بعدهما، علوم قد يسرها الله تبارك وتعالى لنا، ولكن أين الهمم؟ أين طلاب العلم؟ أين الذين يحفظون كلام الله عز وجل؟ أيضا الذين يحفظون صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داود، كتب العلم الذين يتدبرونها وينظرون فيها، يعلمون معاني كلام الله عز وجل، يتعلمون لغة العرب التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، يتعلمون الفقه، يتعلمون أصوله، يتعلمون الحديث رواية ودراية، يتعلمون كلام الله عز وجل. أين هؤلاء؟ أين المشمرون؟ أين المجتهدون؟ اشتغلتهم سفاسف الدنيا، شغلتهم أمور الدنيا، والآخرة خير وأبقى، فلو كانت الآخرة من خشب والدنيا من ذهب فإنها ما دامت خير وأبقى فلا خير بك فيك إن آثرت هذه الحياة على الآخرة. فينبغي على طالب العلم أن يشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، وأن يرجع إلى العلماء الربانيين الكبار الذين أفنوا أعمارهم في بيان عقيدة السلف الصالح، في بيان منهج السلف الصالح، في الدفاع عن حوزة الدين، في بيان كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في ذلك، وأن يتعب نفسه في ذلك، وأن يصل الليل بالنهار. إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك ورد زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى؟ هذا يقوله ابن فارس اللغوي، الذين كانوا لا يلهيهم الحر ولا البرد ولا الربيع ولا الخريف ولا الطعام ولا الشراب عن طلب العلم الشرعي والحرص عليه. يقول ابن عباس: كنت أذهب إلى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر الظهيرة فأجده نائما، فأنام عند الباب تسفيني رمال مكة حتى يستيقظ، فإذا استيقظ ووجدني عند الباب قال: كيف تنام هنا وأنت ابن عم رسول الله؟ فلو أرسلت إلي لأتيتك. قال: لا، أنا أطلب العلم أولى أن أقف عند بابك وأخذ منك وأرحل إليك. ولذا أخذ العلم
لا تجد آية من كتاب الله عز وجل إلا ولابن عباس فيها قول وفيها رأي وفيها تفسير، وتجد تلاميذه في التفسير قد ملأوا الأرض علما وفهما وفقها، علما أنه حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، مع ذلك أخذ العلم بلسان سؤول وقلب عقول، هكذا كان يفعل رسول الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا كان يحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهكذا كان سلفنا الصالح في حرصهم على العلم، في حرصهم على الطلب، في اجتهادهم في ذلك، في إثارهم الآخرة على الدنيا، فإنهم قد عرفوا قيمة الدنيا وحقارة الدنيا ووضاعة الدنيا، ولذا فإنهم جعلوها مطية يمتطونها إلى الآخرة وسلما إلى رضا الله تبارك وتعالى، وجعلوها قنطرة يعبرونها ولا يعمرونها ولا يشغلون أنفسهم بها. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم السني الذي يرى الهوان الذي أصيبت به أمة الإسلام والضعف الذي وصلت إليه وتكالب أعدائها إليها، وما ذلك إلا لانشغالها بالحياة الدنيا وتركها لهذا النور العظيم الذي هو سبب رفعتها وعزها وكرامتها، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فهو ذكر وشرف ورفعة، من أخذ به ساد ومن تركه تردى وباد. لما جاء عمر حاجا فتلقاه أمير مكة في بعض الطرق، قال من تركت على الناس؟ قال تركت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ هو يعرف قريش ويعرف العرب، ما لا يعرف ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال تترك مولى على أهل الوادي، على أهل مكة، أمير على أهل مكة؟ قال يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالسنن. قال نعم، ما دام كذلك فنعم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، فمن أراد الدنيا فعليه بهذا العلم، ومن أراد الآخرة فعليه بهذا العلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بهذا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. فالرفعة والعز والسؤدد والمجد إنما هو بهذا العلم وهذا الطريق، فإنه شرف للمؤمن في الدنيا ورفعة في الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.